هذه الطريق غير قول الجيزه مصاوبه هذيك والجيزه مصاوبه هذيك والمرشح كيسكن حدانا هنايا هو والضو ما كاينش في الليل والله لا تسي من هنا بالليل والله ما كاين اجيب لي ديما الكريساج ديما الكريساج اجيب لي شي واجي تشوف والله ما ها انت شوف طل 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 اش تعبا ماشي الشانطي غير كيصابوا التجهيزات مصاوبين هذه وهذه اللي ما قبلتها التجهيزات انت كتشوف كيقولوا عاد راه دخل المنكر هذا يا خويا المنكر كيقولوا بلي ما دخلت من مجال الحضاري احنا راه حنا في العروبيه ما كايناش المدينه هنايا لا والو ما عندها حتى قيمه اول حاجه بعدا هو هاد الريحه اللي كتعطي من هنايا ديال اللي حدا الخبور كيبقاو يحرقوا داك الشيء كرفصه القضيه خصهم يحيدوا لنا داك الشيء راه قالوا غادي ينقلوا هاد الزباله غادي ينقلوا على الجهه ثاني حاجه هو الطريق هذه خصهم يصلحوا لنا الطريق انا مساكين ديال بودران خصهم يصلحوا لنا الطريق يصوبوها يقادوها مزيان راه مكرفصه فيا مشى كتعمر بالماء وكتعمر بالشتا وراه دائما كيوقعوا الحوادث هنايا يزيدوا لنا الاضواء شي شويه راه الاضواء ناقصه بزاف وواحد الحاجه وحده اخرى هي الكلاب الضاله الكلاب الضاله راه كتهبط من هنا من هذا الجبل دائما دائما الكلاب الضاله كتهبط من هنايا هاب 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 خصهم يحيدوا لنا هاد الكلاب الضاله هاد الريحه هادي كتسبب امراض كتسبب الرب وكتسبب عده امراض خصهم يحيدوا لنا هاد الزباله من هنا ما يبقاوش يحرقوا لنا هنايا الزبل يلاه غير قول لي واش هادي حاله الله يسهل عليك ما كاين شيء ديما الكسيدات هنا ديما الكسيدات ديما الدراري المدرسه مضروبين ديما انت كتشوف الطوموبيل كتخرج للجبل باش تطلع ما كيبغيوش يجيو هنايا بودرهم كيقول لك صعيبه الطريق صعيبه عليهم الضواو هادو ما مصاوبينش اربعه البولات ولا سته البولات من القنطره خدامين من القنطره لهي خدام الزيكات اللي خدامين وراه شعلوا هذيك اللي جهه القبور المقبره ما فيهاش الضو الله من هذا منكر المقبره الداخل ما فيهاش الضو جابوا الركيز وطلقوهم تما وخلاهم وزادوا بحالهم والكلاب هنا قاطعين الطريق الكلاب قاطعين الطريق كلاو عباد الله كلاو العالم ما كاينش يا ودي المعلم الله يعاون الله يسر